تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. طبيعة ابن آدم أنه يخطئ، يحصل منه الخطأ، وهذه يعني أبونا آدم عليه السلام الذي خلقه الله جل وعلا بيديه ونفخ فيه من روحه حصل من خطأ. فابن آدم كما قال عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطأ، فهذا الخطأ سيحصل، ولو لم يأتي من الخطأ إلا قضية أنك تدقم ذا النفس اللي أحيانا تغتر، لأن أحيانا ترى الطاعة والإنسان إذا صار دائما حاله زين حاله زين ممكن ترى يغتر يقول أنا فلان أنا ما يحصل مني. لذلك فيه من المقولات العجيبة واللطيفة أن الله جل وعلا يحب أنين المذنبين ويبغض تكبر الطائعين. يعني أحيانا واحد يذنب ثم ينكسر انكسار، الله جل وعلا يحب هذا الانكسار والرجوع إليه، وبينما إنسان قد يعني يكون في الطاعة فتغتر نفسه، مثل الرجل ذاك يقول والله لا يغفر الله لفلان، وشلون أنت وصلت إلى المستوى أنك تقول على الله أنه لا يغفر لفلان؟ هذا من زود النفس. شوف نفسك، هذا إنسان يتكرر من المعصية وهذا ينصحه يقول له لا تسوي كذا، الله يهديك، الله يسوي كذا، ويعود مرة ثانية. هذا اللي ينصح يقول هذا أنت ما الله ما يغفر لك. شوف وصلت لهذا المستوى، قال الله قد غفرت له وأحبطت عملك. يا الإنسان المتكبر الخطأ حاصل، لكن الخطأ على درجات. الإنسان يخطئ طبيعة لكنه يرجع إلى الله. هذا الآدمي، هذا الخيرية، قال عليه الصلاة والسلام خير الخطائين التوابون. كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، هذا الخيرية في هذا. طيب إنسان يخطئ لكنه يصر، وهذا حذر الله منه، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، لكن تدري الداهية والمصيبة الكبرى، هذا اللي معنا الآن في الآية من زين له سوء عمله فرأوا حسنا، اللي يعمل الخطأ ويحزب انه صح لا ويتوعنوا. ترى قضية انك تخطئ ويمكن انك والله تلوم نفسك هذه يا سلام، واحيانا واحد يذنب وهو يمكن انه مباح والله يعني سيدي يعني، لكن واحد يقول لا اصلا هذا الصح، زين له سوء عمله فرآه حسنا. فأسأل الله يلطف بنا ويأخذ بنواصينا البر والتقوى. ترى الإنسان بحاجة إلى الله جل وعلا دائم في أحواله، اسأل الله الهداية يا مقلب القلوب. شوف ده أكثر دعاء النبي وهو عليه الصلاة والسلام، من غفر له ما تقدم من ذنبه، كان يطيل الصلاة حتى تتفطر قدمه، وأكثر دعاء في السجود يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. فأنا أسأل الله يثبت قلوبنا على الطاعة، إنه جود كريم، وصلى الله عليه وسلم. الله يبيض وجهك، ملحظ جميل، آمين. يعني فقه في الآيات ما شاء الله تبارك الله. ذكرتني بمقولة سيئة تسوءك خير من حسنة تعجبك، الله. يعني يدخل فيها الكبر والعجب إلى غير ذلك. وذكرنا قبل حديث الرجل الذي كان يتعبد وقال أنا أدخل الجنة بعملي، اغتر بهذا العمل إلى غير الحديث المعروف. بيض الله وجيهكم وجزاكم الله خير.